وموسى لا يملك شيئا، حتى الكلام ما يعرف يتكلم، يجعل أخاه هارون يتكلم نيابة عنه. إذا يغر الناس والناس يصدقونه استخف قومه فأطاعوه. ثم بدأ العذاب ينزل على آل فرعون، قحط وجدب، الزروع لا تخرج ثمار ولا حبوب ولا محاصيل، نقص من الثمرات. ثم لما كشف الله عز وجل الضر كانوا دائما يذهبون إلى موسى، يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لأن كشفت عنا الرجز لنؤمنن بك ولنرسلن معك بني إسرائيل. كل ما نزل عذاب ذهبوا إلى موسى، فلما يكشف الله العذاب يرجعون إلى كفرهم. ثم بعد السنين، بعد القحط، أرسل الله عز وجل عليهم طوفان، طوفان فأغرق بيوت المصريين القبط فقط، أما بني إسرائيل لم يغرق بيوتهم وأغرق محاصيلهم. فذهبوا إلى موسى فدعا الله فتوقف الطوفان. بعد الطوفان كفروا، فأرسل الله عز وجل عليهم جراد يحرق ويأكل محاصيلهم. ذهبوا إلى موسى فلما كشف الله عنهم الرجس والعذاب كفروا مرة أخرى، فأرسل الله عز وجل عليهم القمل. طبعا بعد الجراد أخفوا المحاصيل في بيوت في صوامع، فجاء القمل الدود السوس داخل المحاصيل يأكلها. فذهبوا إلى موسى ادعوا لنا ربك، فكشف الله الضر. ثم كفروا، فأرسل الله عز وجل عليهم ضفادع، كل ما أرادوا أن يشربوا ماء خرج ضفدع في بيوتهم في مجالسهم في طعامهم في شرابهم، ضفادع انتشرت في المدينة كلها. ذهبوا إلى موسى فدعا الله فكشف الضر، فإذا بهم يكفرون. فأرسل الله عز وجل عليهم الدم، كلما أرادوا أن يشربوا ماء صار دما، إلا بنو إسرائيل يشربون الماء ماء، أما المصريون القبط كلما أرادوا أن يشربوا ماء صار دما. فبعض بني إسرائيل كان يشفق عليهم فيعطيهم من مائه، فلما يعطيهم الماء يريد المصري أن يشرب يتحول إلى دم، يرجع الدم إلى الإسرائيلي يصبح ماء. الله أكبر، أي آيات هذه؟ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فاشتد البلاء بهم، فأوحى الله عز وجل إلى موسى، اشتد البلاء على بني إسرائيل الآن. بدأ فرعون يذبح ويقتل ويسفك الدماء ويستعبدهم ويذلهم، فأوحى الله عز وجل إلى موسى وهارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. كل واحد يجعل في بيته مصلى ويصلي، يجلس في البيوت وتعبد الله عز وجل. وقت الفتنة، وقت الهرج والمرج، استحب أن يجلس الإنسان يتعبد ربه ويختلي بينه وبين الله، يستعين بالله عز وجل على أعدائه. فإذا بموسى وهارون يصليان ويدعوان الله عز وجل، أي دعوة دعا بها موسى؟ انظروا للدعوة. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم. فإذا زروعهم كلها تتحول حجارة، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما، كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فاستجاب الله عز وجل دعوتهما. ثم أذن الله عز وجل لبني إسرائيل أن يخرجوا من مصر، أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي اخرجوا في الليل، في السحر اتجاه البحر اتجاه الشام، إنكم متبعون. فإذا بهم يخرجون خفية ولم يعلم عنهم فرعون. كل بني إسرائيل وكانوا 600,000 رجل غير النساء والذراري، فإذا بموسى يؤذن بني إسرائيل حان وقت الخروج والهجرة. فخرجوا مئات الألوف، خرجوا مع الأطفال مع النساء مع الشيوخ، توجهوا باتجاه البحر، فإذا بفرعون يسمع بالخبر. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء ليشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فجمع فرعون كل جيشه وكل قادته وكل وزرائه وكل الكبار، جمعهم جمعا واحدا، فأخرجناهم من جنات وعيون
وكنوز ومقام كريم. توجه يقول نريد أن نستأصلهم كلهم عن بكرة أبيهم، كل بني إسرائيل سوف نقتلهم. فتوجه موسى عليه السلام باتجاه البحر، فتوقفوا أمامهم موج متلاطم 600,000، وكان موسى عليه السلام في المؤخرة، فإذا بالجيش يتوقف. فتقدم موسى، تقدم تقدم حتى وصل. قالوا يا موسى أها هنا وعدك ربك؟ قال نعم ها هنا أمرت في هذا المكان. فنظر الناس بحر أمامنا، ماذا نفعل ماذا نصنع؟ نظروا خلفهم فإذا فرعون وجيشه يلوحون بالأفق، فتراءى الجمعان كل منهما يرى الآخر، ويقول بنو إسرائيل أي طريق سوف نذهب يا موسى؟ يقول ها هنا أمرت. وكان معهم مؤمن آل فرعون الذي نجاه الله عز وجل من فرعون، وكان يركب فرسا، فدخل بالفرس إلى البحر لكنه لم يستطع أن يتقدم، فرجع ويقول له أها هنا وعدك ربك يا موسى؟ يقول نعم ها هنا أمرت، ويدخل في البحر ثم يرجع، ويدخل في البحر ويرجع، ومع موسى هارون ويوشع بن نون إلى الآن ما صار نبيا. فإذا ببني إسرائيل يتكلمون على موسى يقولون له إنا لمدركون، يعني لا فائدة خلاص، أنت أوصلتنا إلى هذا المكان وأدركنا الآن فرعون. فقال لهم موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين. كيف يهديك يا موسى والبحر أمامنا وفرعون خلفنا كاد أن يصل إلينا؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. صار كل جزء من البحر صار جزئين، كل جزء كجبل عظيم، أما بينهما تراب، وهل تظنون أنه طين؟ لا، بل التراب صار يابسا يابس ليمشي عليه موسى وبنو إسرائيل. فدخل موسى ووصل إلى الناحية الأخرى فأراد أن يضرب بعصاه البحر ليرجع مرة أخرى، قال الله عز وجل له اترك البحر رهوا. وصل فرعون الآن في الاتجاه الآخر وموسى في الاتجاه الثاني، فرعون الآن يريد أن يدخل، توقف خاف، علم أن بالأمر شيء وأن هذا ليس فعل بشر. فقال فرعون في الناس أرأيتم كيف انفلق البحر لأجلي لأتبع عبيد الآبقين؟ يستخف بالناس ولكنه لا يريد أن يتقدم. قالوا تقدم يا فرعون. قال انتظروا انتظروا، هو الآن واقف يريد أن يرجع يخاف أن يتقدم. فجاء جبريل وتمثل بصورة فرس يثير فرس فرعون، فجعل فرس فرعون يتقدم رغما عن أنف فرعون، فتقدم فرس فرعون ودخل في البحر، فتقدم الجيش معه، وإذا بالجيش كله يتقدم فيدخل في وسط البحر. فلما توسط جيش فرعون البحر وكاد أن يخرج، أمر الله موسى أن يضرب بالعصا مرة أخرى، فضرب العصا بالبحر فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. وإذا البحر يرجع كما كان أمواجا متلاطمة، وإذا بجيش فرعون يغرق، وإذا بفرعون يكاد أن يغرق، وإذا به يلفظ قوله آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وإذا بجبريل يأخذ الطين الحال حال البحر ويضعه في فمه، يقول ما كرهت أحدا ككرهي لفرعون، يأخذ الطين ويضعه بفمه وهو يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. رد الله على فرعون فقال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. طول عمرك كنت مفسد، الآن في الغرغرة تريد التوبة، الآن لا تقبل التوبة خلاص، فاليوم ننجيك ببدنك. بنو إسرائيل ما صدقوا، قالوا لا يمكن أن يموت هذا الرجل، فرعون ما يموت. فنجى الله بدنه ورفعه حتى يراه بنو إسرائيل أنه ميت وأنه قد قتل. قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هذا الذي حصل كان في العاشر من محرم يوم عاشوراء، ثم نجى الله عز وجل بني إسرائيل فمشوا باتجاه الشام. وفي الطريق مروا على قوم، على قرية، فوجدوا هذه القرية يعبدون عجلا صنم،
فجاءوا وسألوهم لما تعبدون هذا الصنم؟ قالوا هذا ينفعنا ويدفع عنا الضر، ونحن نعبده يأتينا بالبركات والخيرات. فذهبوا إلى موسى، قالوا يا موسى يا موسى، قال ماذا تريدون؟ قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله أكبر. قال إنكم قوم تجهلون. كأن الجهل متأصل فيكم، للتو نجاكم الله. ألم تروا الآيات المعجزات البينات؟ الآن تطلبون إله؟ بنو إسرائيل صبر عليهم موسى صبرا عظيما، اتجه بهم باتجاه بيت المقدس، والله عز وجل قد كتب لهم أن يدخلوا بيت المقدس، لهم هذه الأرض المقدسة يحكمونها ويملكونها. فلما وصل موسى بهم إلى بيت المقدس قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ادخلوا معي، نريد أن نقاتل القوم الذين فيها ونخرجهم ونحكمها لأن الله كتبها لنا. فرد قومه عليه فقالوا، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، قوم عظماء، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. طيب أكيد إذا خرج الناس سوف تدخلون، لم تأتوا بشيء جديد، أين إيمانكم؟ أين شجاعتكم؟ أين قوتكم ليخرج الناس ثم ندخل؟ فإذا بهما، يقال أن مؤمن آل فرعون ويوشع بن نون هما الرجلان الذين يخافون أنعم الله عليهما، قالوا للناس ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فردوا على موسى مرة أخرى فقالوا له، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. أعوذ بالله، يقولون اذهب أنت وربك فقاتلا، أما نحن فنحن جالسون هنا. خر موسى وهارون سجدا لله خوفا من الله من هذه الكلمات، وبكى يوشع بن نون ومؤمن آل فرعون على هذه الكلمات، واستغفر الله عز وجل منها. فعاقبهم الرب جل وعلا بعد هذه الكلمات، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. 40 سنة حرام عليهم بيت المقدس، يتيهون في الأرض، يتيهون 40 سنة في التيه، يدورون ويدورون ويدورون في نفس المكان تيه لمدة 40 عاما وموسى معهم. لكن الله عز وجل مع هذا أنعم عليهم، نزل عليهم المن، المن طعام أبيض لذيذ، كل صباح يستيقظون يجدونه عند البيوت، يأكلونه ويخبزون منه ويطعمون منه، ألذ من العسل. والسلوى طيور تأتي إليهم فيمسكونها بكل سهولة فيشوونها ويأكلون منها. قال الله جل وعلا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. فإذا بهم يأتون إلى موسى يقولون له يا موسى لن نصبر على طعام واحد، ماذا أفضل أنواع الطعام عندكم؟ حتى الشراب، لما طلبوا الشراب وعطشوا ضرب موسى بعصاه الحجر فانفجر 12 عينا، كل صبط كل قبيلة كل قوم لهم عين يشربون منها. وكلما تنقلوا إلى مكان حمل الحجر معه موسى عليه السلام يضرب بالحجر فيخرج الماء، عندكم طعام وشراب، ومع هذا يقولون فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، يريدون الطعام الرديء. وأنعم الله عز وجل عليهم بأعظم وأفضل أنواع الطعام. رحم الله موسى، لقد أوذي كثيرا فصبر، حتى قال عن نفسه إني عالجت الأمم من قبلك يا محمد، يكلمه في السماء. ثم جاء الموعد الثاني لموسى عليه السلام مع ربه، موعد آخر. وعد الله عز وجل موسى 30 ليلة فصام موسى، وهذه 30 ليلة كانت ليالي ذي القعدة، شهر ذي القعدة. فلما جاء اليوم 30 أفطر موسى، كان صائما لأن تغيرت رائحة فمه فأفطر للقاء الله عز وجل. فقال الله عز وجل له لما أفطرت؟ قال يا ربي من الصيام تغيرت رائحة فمي. قال ألا تعلم أن رائحة فم الصائم أحب إلي من ريح المسك؟ صم 10 أيام أخرى. فصام 10 أيام فصارت 40 ليلة. وفي اليوم 10 من ذي الحجة، يوم النحر الذي أكمل الله عز وجل فيه ديننا، ذهب موسى ليكلم ربه ويعلمه التوراة، فأكمل ديننا وأنزل التوراة على موسى في اليوم 10 من ذي الحجة. وقال موسى قبل هذا لقومه، قال
لأخيه هارون اخلفني في قومي أنت كن عليهم خليفة من بعدي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فإذا بموسى عليه السلام يكلم ربه ويعلمه التوراة، وموسى تأتيه صحف التوراة. ثم بعد أن كلم ربه جل وعلا قال ربي أرني أنظر إليك، أريد أن أراك يا رب. قال الله عز وجل يا موسى لن تراني في الأرض، في الدنيا لن يراني أحد، الرؤية خاصة لأهل الإيمان في الجنة، أما في الأرض لن تراني، لكن أضرب لك هذا المثال، انظر إلى هذا الجبل، وكان عند موسى جبل عظيم، قال إن استقر مكانه هذا الجبل سوف أتجلى للجبل، فإذا تحمل الجبل رؤيتي سوف تراني. فإذا بالرب جل وعلا يتجلى للجبل قدر رأس الأصبع فقط، شيء يسير، فإذا الجبل كله يندك أمام موسى، صار الجبل ترابا. ثم موسى عليه السلام لما رأى هذا المنظر صعق، خر مخشيا عليه، ثم لما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما فاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الله جل وعلا حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ثم سأل الله موسى يا موسى ما الذي أعجلك عن قومك، لما جئت قبلهم؟ قال يا ربي هم أولي على أثري، هم خلفي، وعجلت إليك ربي لترضى. قال الله جل وعلا يا موسى فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى غضبان، غضب على قومه، كيف يعني أضلهم رجل بعدي؟ فلما وصل فإذا بقومه يعبدون عجلا من دون الله. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. فرد قوم موسى على موسى بنو إسرائيل قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، كنا قد أخذنا استعرنا ذهبا من قوم فرعون وما رددناه، فخفنا أن تكون علينا حملا ووزرا فألقينا هذا الذهب فقذفناها فكذلك ألقى السامري. السامري رجل ضحك على بني إسرائيل، أخذ هذا الذهب الذي جمعوه فصنع منه عجلا، وكان قد رأى جبريل عليه السلام على فرس، وكان فرس جبريل كلما مشى على الأرض وطئ على الأرض خرج مكان الفرس نبات، علم أن هذا فيه حياة، فأخذ شيئا من أثر فرس جبريل عليه السلام وصنع العجل بالذهب ورمى هذا الشيء، هذا الأثر على هذا العجل، فإذا العجل يخرج صوتا خوار. فقال للناس يا قوم موسى تأخر عليكم 10 أيام، تعرفون لما؟ وعدهم 30 يوم، تأخر 10 أيام. قال تعرفون لما؟ قالوا لما؟ قال لأنه ما عرف أن ربه هنا، أضل موسى ربه، لم يعرف أين ربه، ربه هنا. قالوا أين رب موسى؟ قال لهم هذا العجل الذي يخرج صوتا. فإذا بهم يسجدون للعجل، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. لما رآهم هارون على هذه الحال قال لهم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فكادوا يقتلونه ويضربونه وقالوا لن نبرح عليه عاكفين، لن نترك هذا العجل حتى يرجع إلينا موسى. جاء موسى الآن بعد أن غضب فألقى الألواح ومسك بلحية أخيه هارون وجر رأسه ولحيته، فقال له يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. فترك أخاه وأخذ يدعو له أن يغفر الله عز وجل له، فذهب للسامري
قال لما فعلت هذا؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، أثر جبريل، وكذلك سولت لي نفسي. قال اخرج. طرده، قال فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا تمس أحدا ولا يمسك أحد، وإن لك موعدا لن تخلفه، لك يوم، يوم القيامة يعذبك الله عز وجل على هذا. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ثم قال لهم موسى: الذين عبدوا العجل لابد أن تتوبوا إلى الله. قالوا كيف نتوب؟ قال فاقتلوا أنفسكم، هذه توبتكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فبدأ الناس يقتل بعضهم بعضا، صارت مقتلة عظيمة، أحدهم يقتل الآخر، فقتل منهم ألوف في ذلك اليوم. ثم اختار موسى 70 رجل لميقات الله عز وجل، للقاء الله والاستغفار لقومه، فاختار أفضل 70 رجل، فذهب إلى جبل الطور، فدخل موسى في مثل النور ليكلم ربه جل وعلا، فإذا به لما خرج قالوا يا موسى ما الذي حصل؟ قال كلمت ربي، استغفرت لكم. فقالوا له يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. أعوذ بالله، هؤلاء الآن 70 من الخيار يقول بعضهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. قتلهم الله عز وجل جميعا. ثم تعالهم موسى عليه السلام واستغفر لهم، قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فغفر الله عز وجل لهم وبعثهم مرة أخرى. جاء موسى بالتوراة إلى بني إسرائيل، قال لهم يا قوم هذه التوراة اعملوا بها، اسمعوها وأطيعوا. قالوا سمعنا وعصينا، ننظر إليها، إن كانت سهلة قبلناها. قال يا قوم اقبلوا. قالوا لا ما نقبل، إن كانت سهلة قبلناها وإلا رددناها. فنزع الله عز وجل جبلا عندهم، جبل عظيم، فرفعه فوق رؤوسهم، قال تقبلون الآن أو لا، أو يسقط الله عليكم الجبل. فسجدوا وهم ينظرون إلى السماء، وضعوا رؤوسهم على الأرض واتجهوا، يعني بعيونهم لفوا رؤوسهم ينظرون إلى السماء إلى الجبل خائفين، وقالوا آمنا آمنا آمنا، ليس حبا لله أو حبا لموسى ودينه، بل خوفا من الجبل. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. بنو إسرائيل هم بنو إسرائيل، أوذي موسى معهم كثيرا، كفر ثم إيمان ثم كفر ثم إيمان، وهكذا يصبر عليه موسى. يوم من الأيام قتل عندهم رجل ذو مال كثير، شيخ كبير، قتل، وجدوه مقتولا، من قتله لم يعرفوا. ذهبوا إلى موسى قالوا يا موسى أنت نبي الله، ادعوا الله يخبرنا من قتل هذا الرجل. فقال لهم موسى، دع الله موسى، فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فضحكوا واستهزأوا، نقول لك من قتل الرجل تقول اذبحوا بقرة؟ قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. رأوا كأن الأمر حقيقة، ولو ذبحوا أي بقرة لكفتهم، ولكن تنطعوا وتشددوا على أنفسهم. فقالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هي هذه البقرة؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا صغيرة ولا كبيرة، وسط، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. شوفوا الشدة، تنطع عند بني إسرائيل، شدد الله عليهم بسببهم. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا، يعني صفراء شديدة الصفار. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، غير مذللة، مسخرة، تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها، ما فيها أي عيب، لون يعني غطاها ليس فيها أي عيب، لا شية فيها، ما فيها أي علامة وأي عيب. قالوا الآن جئت بالحق، سبحان الله، وقبل هذا ما جاء بالحق، قالوا الآن جئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون. أين وجدوا هذه البقرة؟
يقولون كانت البقرة عند صبي صغير، فجاءه رجل قال إن بني إسرائيل يريدون بقرتك فلا تعطيها لهم إلا بأغلى الأثمان. قالوا كم تبيع هذه البقرة؟ بكذا؟ قال لا. بكذا؟ قال لا. قالوا بوزن البقرة ذهبا؟ قال لا. بوزنيها حتى وصلوا إلى 10 أمثال البقرة ذهبا، فرضي فأعطوه هذا المال. شق الله عز وجل عليهم، وكان الغلام أبوه صالحا، فنفع الله عز وجل الغلام بشراء البقرة، فجاءوا بالبقرة وذبحوها. فأخذ موسى عليه السلام شيئا من البقرة من عظامها أو لحمها فضرب به الرجل الميت، فقام الرجل الميت من فوره، فلما قام الناس اندهشوا، فقال هذا الذي قتلني ابن أخيه قتله، يريد ماله وورثه، ثم رجع ومات مرة أخرى، قلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم موسى عليه السلام لا زال يصبر على بني إسرائيل وعلى بلائهم وعلى شقائهم، يصبر عليهم موسى عليه السلام. ثم ذهب إلى الحج أثناء هذه الفترة، ذهب موسى عليه السلام إلى الحج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كأني أرى إلى موسى وهو هابط من الثنية وله جؤار إلى الله عز وجل بالتلبية. ثم دعا الله عز وجل موسى عليه السلام أن يقربه من بيت المقدس، ما فتح بيت المقدس، فدعا الله عز وجل أن يقربه من بيت المقدس قبل موته، فقربه من بيت المقدس. يقول النبي لو كنت ثم، يعني في ذلك المكان، لرأيتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. ثم توفى الله عز وجل موسى عليه السلام بالقرب من بيت المقدس في أيام التيح، وتوفي قبله هارون عليه السلام، توفي النبيان، وصار زمام الأمور لمن بعدهما يوشع ابن نون، نبي من أنبياء بني إسرائيل، بعث في بني إسرائيل أيام التيح ليتولى زمام الأمور وليقود بني إسرائيل مرة أخرى. ما الذي حصل بين بني إسرائيل وهذا النبي ومن بعده من أنبياء؟ هذا موضوع حديثنا إن شاء الله في الدرس المقبل، نقف عند هذا الحد، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتقبل هذا التسجيل مقدم من آيات، وتقبلوا منا أطيب تحية.